طلابنا الأعزاء، طلبة الثانوية العامة، أهلا بيكم معانا في استكمال لسلسلة حلقات الجغرافيا السياسية للصف الثالث الثانوي. انتهينا من دراسة موقع الدولة، سواء كان الموقع الجغرافي أو الموقع الفلكي، مساحة الدولة والعوامل المحددة لأهمية المساحة. خلونا ناخد تطبيقات على المشهد. نبدأ بأسئلة المقال القصيرة التي ترتبط بالموقع الفلكي والموقع الجغرافي وكذلك مساحة الدولة. طيب، خلونا نقرأ السؤال واكتب السؤال معايا. إذا تعرضت الدولة باء، أيا كانت الدولة البالغ مساحتها 100,000 كيلومتر مربع لغزو من جارتها الدولة سين البالغ مساحتها 2 مليون، وكأني عارف إن صح التعبير يعني كده قولا، أقول إيه مثلا؟ تطبيق ألمانيا وهولندا، مع اختلاف طبعا الرقم الحقيقي للمساحات. فناخد التطبيق كده ونشوف الغزو طبعا والسيطرة، ومنها طبق نظرياته الخاصة بالدفاع بالعمق. تاني السؤال يا ولادي، إذا تعرضت الدولة باء البالغ مساحتها 100,000 كيلومتر مربع لغزو من جارتها البالغ مساحتها 2 مليون كيلومتر مربع، فإن الدولة باء تستطيع أن تطبق نظرية الدفاع بالعمق، هل توافق على تلك العبارة مفسرا إجابتك؟ أنا درست وقلت أن المساحة الكبيرة للدولة تزيد من احتمالية التركيب الجيولوجي وبالتالي تنوع في الموارد المعدنية. طبعا عندنا نماذج للدول الكبيرة المساحة، كندا، الولايات المتحدة، البرازيل، أستراليا، روسيا الاتحادية، الهند، الصين. الدول الكبيرة دي تساعد في ظل الإمكانيات الاقتصادية أن تضم عددا كبيرا من السكان لاستثمار مواردهم. النوع ده من الدول، ركز جدا، يستطيع أن يتبنى نظرية في مجال الحرب العسكرية اسمها نظرية الدفاع بالعمق. تعالوا الأول ناخد فكرة عن الكلمة، أن الدول كبيرة المساحة تستطيع أن تعتمد على هذه النظرية وقت الحرب، تتخلى عن جزء من أرضها ولت ثم تعاود الدفاع مرة أخرى. ناخد مثال حقيقي جدا، أيوة، الصين لما واجهت اليابان، الاتحاد السوفيتي لما واجه ألمانيا في الحرب العالمية الثانية. جميل، لدولة كبيرة في المساحة وبتستدرك العدو. الجيش السوفيتي اتمكن من هزيمة الجيش الألماني لما استدرجوا داخل الأراضي الروسية. صدقوني الألمان أوشكوا على الوصول إلى العاصمة موسكو. هنا نفتكر قسوة الظروف المناخية لأثرت تأثير سلبي عليهم. ففكرة الدفاع بالعمق هي فكرة عسكرية جميلة قوي، لا تطبق إلا مع الدول كبيرة المساحة تستدرج عدوها. هنا بقول لي إيه؟ إن الدولة باء تستطيع أن تطبق نظرية الدفاع بالعمق في الحالة دي. أقول له لأ. لأ ليه؟ لأن 100,000 غير 2 مليون، أيهما أكبر مساحة؟ الدولة سين. يبقى اللي له الأولوية في تطبيق نظرية الدفاع بالعمق هي الدولة سين. يبقى لا أوافق على العبارة. كلمة لا أوافق على العبارة أو أوافق عليها درجة. الدرجة الثانية تفسير إجابة حضرتك، وهو مقال قصير لا يتعدى سطرين، فلنطمئن. يبقى أقول له ليه؟ لأن الدولة باء مساحتها صغيرة ولا تستطيع أن تطبق نظرية الدفاع بالعمق، لأن نظرية الدفاع بالعمق تتطلب مساحة كبيرة تستغلها لتطويق عدوها. السؤال الثاني، تقع جزيرة نيوزيلندا عند تقاطع خط الطول 174 درجة شرقا مع دائرة العرض 42 درجة جنوبا، بينما تقع جزيرة جرينلاند عند خط الطول 40 درجة غربا مع دائرة العرض 72 درجة شمالا. في ضوء دراستك للموقع الفلكي، أنا دارس الموقع الفلكي هو موقع المكان بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض، وإحنا قلنا طبعا هناك مواقع فلكية حسب دوائر العرض قد تكون ذات قيمة وأخرى عبارة عن دوائر تمر لا أكثر لأنها في ظروف مناخية لا تلائم النشاط البشري. بين هنا هقول إيه؟ بيقول في ضوء دراستك للموقع الفلكي، أيهما أفضل لقوة الدولة، جزيرة نيوزيلندا ولا جزيرة جرينلاند؟ تعال نكتب ونشوف. هقول له جزيرة نيوزيلندا هي الأفضل بحكم الموقع الفلكي. ليه؟ لأن بحكم الموقع الفلكي في معظم أراضيها في الأقاليم المعتدلة
وإحنا اتفقنا أن في الأقاليم المعتدلة تزداد فعالية النشاط البشري، بينما جزيرة جرينلاند بص على الخريطة فين؟ فوق خالص جدا يا فندم، إحنا قربنا من المناطق الجليدية تماما، مناطق شديدة البرودة درجات الحرارة إلى ما دون الصفر، الحياة تقف. هي الأكثر برودة ومناطق شديدة البرودة بالفعل فتقلل من فعالية النشاط. دي فكرة سؤال، إذا كانت الدولة ذات مساحة كبيرة وعدد كبير متنوع من السكان، متنوع من السكان، متنوع قوميات مختلفة، أي من أنواع الدول حسب النظام السياسي والإداري يناسبها، أنا هفضل استخدام النظام الفيدرالي اللي فيه تنقسم الدولة إلى سلطتين، مركزية سيادية، محلية حياتية. وهنا هتذكر مين؟ هتذكر البرازيل، الولايات المتحدة، ونذكر بعضنا البعض. الدولة الفيدرالية، أيوة، هي الدولة مقسمة السلطات. الدولة الفيدرالية، أيوة، هي الدولة مقسمة السلطات ما بين سلطة مركزية وسلطة محلية. إيه الحكاية؟ فكرنا مرة تانية. السلطة المركزية التي تتولى الأمور السيادية، دي مهمها الرئيسية، كالدفاع الخارجي والأمن الداخلي، السياسات الخارجية سواء كانت متعلقة بالعلاقات الدبلوماسية أو سفارات الدول، في الأمور المالية الخاصة بالاقتصاد وتحديد الموازنة. لكن الأمور الحياتية، السلطة المحلية إدارة شؤون حياتية في مجال صحة، تعليم، رعاية، بنية تحتية، وسائل نقل ومواصلات، متنوعات، عمليات التشجير، عمليات الإنارة، إقامة بعض المكتبات الاجتماعية، كل دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن أمور حياتية. تعالوا نشتغل مع بعض في بعض الأسئلة لتحدد بعض الأهداف يا أولاد، وتقيس نواتج التعلم لفقرتين من فقرات المقاومات الطبيعية لقوة الدولة كجزء أول بنشتغل فيه، وهو الموقع بنوعي، سواء الموقع الفلكي أو الموقع الجغرافي، وكذلك مساحة الدولة سواء كانت المساحة الكبيرة أو المساحة الصغيرة. السؤال، يصعب على دارس الجغرافيا السياسية تحديد الموقع الفلكي لدولة؟ اجرى على الخريطة يا ولد وبص على دولة أنا مش عارف أجيبها، أنا تعبت في التدوير. هي دي الإجابة، هي دي الإجابة. لما بص على خريطة العالم، روسيا واضحة وضوح الشمس، ده أكبر الدول مساحة في العالم، ده أول ما يلفت نظر الطالب في خريطة العالم هي روسيا الاتحادية، على طول إلى الجنوب منها كازاخستان، ليبيا واضحة جدا، لكن فين الفاتيكان؟ هتدور أدور أدور، أيوة دي موجودة داخل إيطاليا في العاصمة التاريخية لإيطاليا. اتنين، تضعف أهمية الواجهة البحرية للدول المطلة على البحر. حتة سؤال يحتاج تدقيق، أيضا خريطة العالم أساس، لا يمكن هذا السؤال يحل لا يمكن يتحل بالاستبعاد. تضعف أهمية، منهاش من القوة، تضعف أهمية الواجهة البحرية للدول المطلة على البحر المتوسط وقزوين، البحر الميت والبحر الأحمر، البحر العربي وبحر الشمال، البحر الميت وبحر قزوين. بالنظر للخريطة حركة التجارة في المتوسط، يبقى معايا مش هختار رقم واحد بسبب بحر قزوين الداخلي، مش هختار رقم اتنين بسبب البحر الميت الداخلي. طب ما عندي البحر العربي، بحر الشمال، طيب هنا هختار ايه؟ انا هبعد عن قزوين لان البحر المتوسط معايا لكن قزوين لا، البحر الاحمر معايا قزوين لا، طب هنا البحر العربي وبحر الشمال، الشمال يعتبر شبه داخلي ما بين دول اوروبا، هو مفتوح على المحيط لكن بعد وقت تبتعد، يبقى شغال ومنتج وفي اتصال بحري رائع للأطلنطي، والبحر العربي له اتصال رائع بالمحيط الهندي، يبقى هستبعده. يبقى تضعف أهمية الواجهة البحرية، هختار البحر الميت وبحر قزوين. ليه؟ دي واجهات بحرية لبحيرات داخلية في قلب اليابس لا تتصل بالبحار أو المحيطات. في إفريقيا، السؤال الثالث سؤال جميل خالص يا أولاد، دولة عربية يجاورها أربع دول حبيسة بالاستبعاد؟ لا، بص على الخريطة، ليبيا، وأنا بشتغل في دولة ليبيا عندها كم دولة حبيسة تجاورها؟ دولتين، تشاد والنيجر، يبقى هتستبعد، هنستبعدها.
طب موريتانيا يا ولادي بص على الخريطة، لا يجاورها إلا دولة حبيسة واحدة هي دولة مالي، الجزائر تجاورها دولتين النيجر ومالي، لكن السودان تجاورها 4 دول، أثيوبيا في الركن الجنوب الشرقي منها، جنوب السودان في الجنوب منها، إفريقيا الوسطى في الركن الجنوبي الغربي، تشاد في الغرب. يبقى كم دولة؟ 4 دول. ال4 دول الحبيسة تبقى الإجابة تكون دولة مين؟ دولة السودان. ادرس الخريطة التي أمامك ولاحظ أن دولة سوريا تطل على البحر المتوسط بجبهة ساحلية واحدة، أيوة هي جبهة غربية عن المتوسط، غرب سوريا طبعا، وهو ما يتشابه مع دولة إيه؟ يبقى أنا محتاج دولة لها وجهة بحرية واحدة. هستبعد جنوب أفريقيا، أيوة لها وجهتين، الهندي والأطلنطي. هستبعد المغرب، لها وجهتين، المتوسط والأطلنطي. هستبعد مصر، لها وجهتين، المتوسط والبحر الأحمر. أريد طبعا موجودة كينيا، كينيا صاحبة الوجهة البحرية الواحدة. ادرس الخريطة التي أمامك واستنتج الدولة المتوقع أن تكون قادرة على إدارة مواردها بسهولة وفقا لمساحتها. هنا هتذكر الإيجابيات الخاصة بالدولة الصغيرة اللي هي جملة إيه؟ ضبط الدولة وإدارتها بسهولة، تنمية جميع أجزاء الدولة وتطويرها، سهولة حصر واستثمار كل مواردها. يبقى هنا هختار دولة صغيرة. أبص على الخريطة بتاعتي، البرازيل والأرجنتين لدول كبيرة جدا، وشيل دول كبيرة مستطيلة ولكن كبيرة قياسا بأوروغواي، يبقى منطقيا على طول أنا هختار أوروغواي. فين أوروغواي؟ الدولة الصغيرة خالص، يسهل التحكم فيها والسيطرة عليها، ويسهل ضبط الدولة وحصر واستثمار كل مواردها. السؤال السادس، أي من الدول الآتية تزداد أهمية موقعها البحري لزيادة طول سواحلها؟ شوف الجملة، أي من الدول الآتية تزداد أهمية موقعها البحري لزيادة طول سواحلها؟ وده اللي بيفكرني بالجملة اللي خدناها كناتج، طول الساحل من العناصر المؤثرة. لازم أشوف خريطة العالم قدامي وأعمل بالقلم الرصاص، خد الخبرة دي بالقلم الرصاص، دوائر على ال4 دول دول وارجع ابص عليهم، الإجابة تطلع على طول. تاني اوقع ال4 دول على خريطة العالم بالقلم الرصاص، هيبان بسرعة الإجابة. لو عملت مقارنة بين العراق وتونس وسوريا وبريطانيا، العراق جبهة بحرية ضيقة جدا لا تقارن ولا تتناسب مع مساحتها. تونس وسوريا لهم جبهات بحرية، لكن لما اشوف بريطانيا المياه السواحل البحرية من جميع الجهات، يبقى هي الأطول، هي الأهم، هي الأكبر، يبقى الإجابة بريطانيا. طب نتمم بقى المشهد بتريكات جميلة قوي، من فضلك اعمل سكرين للشريحة دي واهتم جدا بتدقيق العمل معايا في شرائح تطبيقية لعناصر المقاومات الطبيعية لقوة الدولة، الموقع بأنواعه، المساحة بأنواعها سواء كبيرة المساحة أو صغيرة المساحة. بص على النقاط بدقة شديدة، الموقع الفلكي يحدد المناخ العام للدولة، والمناخ يحدد النبات الطبيعي والنشاط الاقتصادي للسكان. كلما زاد عدد دوائر العرض في الدولة زادت فرص تنوع المناخ والنبات، والعكس بالعكس. الدولة المستطيلة من الشمال إلى الجنوب تزداد فيها دوائر العرض عن خطوط الطول. يا سلام لو أنت تتابع مع الخريطة على طول شيلي. الدولة المستطيلة من الشرق إلى الغرب العكس بقى، تزداد فيها خطوط الطول عن دوائر العرض. اشتغل مع الرسالة الاتحادية، أبلغ واضح جدا التقاء خطوط الطول مع دوائر العرض وتقاربهم في العدد. طيب ده بيساعد على تحديد الموقع الفلكي وبيقرب الدولة من الشكل المندمج. المسطحات المائية المفتوحة عبارة عن إيه؟ الكلمات ترددت في الشرح، بحار وخلجان أو بحيرات تتصل بالمحيطات كالمتوسط والأحمر وخليج المكسيك والخليج العربي وبحر الشمال والبحر العربي والبحر الأسود. طب المسطحات المائية المغلقة دي بحار أو بحيرات؟ لا تتصل بالمحيطات، فيكتوريا وبحر قزوين، عشان كده أوغندا دولة حبيسة، تمام يا ولادي، وكازاخستان دولة حبيسة، تركمانستان دولة حبيسة. بما أن الدول البحرية تتميز بالاحتكاك الحضاري،
فيحدث العكس في الدول الحبيسة، تتميز بعدم الاحتكاك أي تعاني من العزلة الحضرية عن باقي دول العالم. كذلك أوسع أنشطة موجود فينا يا أولاد، أكبر أنشطة اقتصادية موجودة في الدول البحرية. في النهاية لا يسعنا إلا نتقدم بكامل الشكر والتقدير لكل من امتدت يده في هذا العمل. نراكم بكل خير، إلى اللقاء في حلقة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.